السلام عليكم، معكم شيماء من جاسترونومي كيتشن. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه كنتمنى تبخلوش عليا باشتراككم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وصفه اليوم كبده مشرمله، كنتمنى تجربوها تنال اعجابكم. كنحتاجو الكبدة أي نوع، كنحتاجو القليل من القزبرة ومعدنوس، بصلة مفرومة، قليل من الثوم، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة كبيرة كمون، ملح حسب الذوق، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة زنجبيل، ملعقة صغيرة بابريكا، قليل من الزيت. نضع في الصينية اللي غتدخل الفرن البصل، نضيف إليه المعدنوس والكزبرة، نضيف الملح والفلفل الأسود، الكركم والكمون، الثوم، الزنجبيل والبابريكا أو الفلفل الأحمر، الزيت، ونخلط الجميع. من بعد ما ندمجت العناصر كنضيفوا لها الكبده وكندخلوهم الفرن مسخن من قبل على درجه 360 درجه فهرنهايت او 180 درجه سلسيوس. كنخليهم حتى كتحمر او حتى كتنشف من الماء، يعني كتاخذ من 30 حتى 40 دقيقه على حسب نوع الكبده اللي استعملته، كتكون على هذا الشكل. هذه الكبده ديالنا صارت جاهزه، كنتمنى تجربوها تنال اعجابكم والى اللقاء.